النظار ملزقة عشان هذا ملزقة في النظار اللي جنبنا بالضبط، ملزقة فينا تلزيق، فجأة الصاروخ بنزل والحيطان وقعت كلها هي. ايش كنتوا تعملوا؟ احنا كنا قاعدين في امان، كنا قاعدين ومبسوطين، فجأة له الصاروخ بنزل على الدار اللي جنبنا والدار ملزقة فينا. لا بس بنت خالتي محا في الكبد مرض في الكبد، كانت نايمة على التخت لو بنزل وهي فجأة صحيت وأكثر الصيف فيها. طب إيش صار لحظة الانفجار؟ كم كنت بالضبط؟ إحنا كنا قاعدين كل الحيطان وقعت علينا وكل شيء وقع والزين طار. إيش اسمها؟